إن الأب الصالح هو الذي ينشئ أبناءه تنشئة صالحة فيفتخر به. ولهذا أردت أن أقول الدنيا ظلمة بجري في شريان خوف بجري في شريان خوف بجري في شريان خوف بجري في شريان خوف انفتح باب للأسى النجمة تبقى بدون دليل وسط المتاهات والمساء للشمس تشرق للصباح النسمة شاردة من الغصون منسية في حضن الجراح النسمة شاردة من الغصون منسية في حضن الجراح حسرة لو صارت ملاس البيت يكون ساس القزاز الحسرة لو صارت ملاس البيت يكون ساس القزاز الحسرة لو صارت ملاس البيت يكون ساس القزاز ساس القزاز ساس القزاز ساس القزاز ساس القزاز انت يا رشا مالك مشكلتك شنو؟ طبعا انا يا ليلى بس مشكلتي العربي ده. ما في مشكله يا رشا، الوقت كافي ممكن نشتغل. لو من اول سنه معلش، لكن انت عاد الشهاده قربت. ولا يهمك، في وقت كافي جدا ممكن نشتغل. انا كان المفروض اكلف ابوي يشتغل معي، لكن ابوي مشغول. طبعا برضه انت يا ليلى ابوك مشغول مش كده؟
وفي هذا المقام يقول الشاعر ولعله الحجاج بن يوسف الثقفي فيما ينسب إليه، يقول: كل بمن شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، إلا الفتى من يقول وأنا ذا، وليس الفتى من يقول كان أبي. هذه الأبيات يدعون فيها الشاعر للتمسك بالقيم الفاضلة والفعل النبيل الذي ينسب إليه، وأن لا نعتمد على تاريخ آبائنا وعلى آبائنا. ولكن لا ننسى أن نقول إن الأب الصالح هو الذي ينشئ أبناءه تنشئة صالحة فيفتخر به. ولهذا أردت أن أقول: ليلى قيفي. فيشني يا ليلى؟ لا أكيد في حاجة. بعد حسب تعلمي في المكتب العادي. تفضل. طيب نرجع لموضوعنا. ليلى. نعم يا أستاذ. يمكن المفروض تكوني أقوى من كده. يا أستاذ المشكلة إنه أنا ما عارفة أقول. ها بتحصل. بتحصل عادة في ملايين الناس فقدوا آبائهم في ظروف مختلفة. لكن ما تصرفوا بالطريقة الغريبة اللي بتتصرفي بها كده. يا أستاذ بس الكلام اللي أنت قلته عن الأب وأجيبك في بيحش. أنا يعني كل ما أقول ليه بتشغل فيه وقت هتقعد تتفاعل وتتكلم بالطريقة دي؟ ليلى أسماء شوفي زي ما قلت لك قبل كده وأقول لك المرة الثانية، نحن معتمدين عليك تماما في المدرسة دي إنك تحققي نتيجة ممتازة تتعلم شهادة. إن شاء الله. إن شاء الله. ممكن تمشي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ازيك يا ربيب؟ الحمد لله. ازيك انت؟ الحمد لله. اها اخبار قطر شنو؟ والله حيتاخر شويه. ليه؟ شوف يا سيدي، اكسبريس حلفا عامل حادث قدامه في المية. احكول ده يا اخي. انت سفر الليل ولا اي سفر الليل؟ طب اسمع، ما دام كده انا اوصل السوق شويه راجع. هتتاخر يعني؟ لا يعني انا ما متاكد، ما اعرف بالضبط.
لكن المهم هتصل من هناك بالكنترول. كويس؟ كويس. طيب ها؟ طيب. مع السلامة. طيب. ايوه ايوه. الو. بعدين لما ترجع البيت اها هتلقى الهدوم بتاعتك جابك بين المكويين. اها انا خطيت بالكرسي نسيت ما دخلت السرير الا الدولاب. ها حاسبته؟ اي حاسبته. اهم حاجه دي. كويس. عاوز حاجه من هناك من كريمه؟ طبعا يا اخي طبعا. ما تقول لي بلح. عرفتها يعني؟ انا ما عارف يا رديب انت بتاكل بلح بسنونك المكسره دي دي عليك الله. ما تنسى. لا جدا ضروري. لا جدا جدا. مع سلامة. طيب ما تنسى جدا.
تعرف يا صدي لو كان عندنا خطين كنا ارتحنا بدل قعدتنا الساكت دي. فعلا يا رشيد المقابلات بتاخد وقت كتير. يا اخي انا عندي لك سؤال. اسال يا رشيد. انت ساكن مع عرديب؟ ايوه انا هو ساكنين عزابه. طيب عرديب عزابه واولاده في البلد، وانت؟ انا اسمي رشيد. انت ما تزوجت لحد هسه ليه؟ ولا كنت متزوج وطلقت؟ انا ولد مطبوق في البلد وما بفوت السجن، وعشان اريحه اهلك المجوني دي ما بمشي حتى لو كانوا ساكنين ورا الحيطه دي. وبعدين انا قاعد كده لبتين مقابلات قصة طويلة. خلاص كوبايه تاني شاي يا ليلى؟ لا لا خلاص كفايه كوبايه واحده، اديني بس قروش الفطور. هناك تحت اللحاف ده شيلي منه. هنا من هين يعني ما لا لا عاد كيفين يا ليلى شيلين كل هين. ما تعيدي يا دا. يزيدك الله من خير يا بنتي. اها يا امي انا الليله ما حتاخر، عندنا حصه واحده بس ومراجعه، يعني هاجي بدري. خلاص بتجي تلقي المفتاح معلق هيني فوق الشجره. وانتي ماشيه؟ اجي يا بنتي ما ماشي اجيب لي بضاعه اصرفها. خلاص انا مشيت. سامحي يا ليلى الله يسلمك، الله يغطي عليك ويحفظك. طيب عشان ما ننتهي من المسألة دي، في تيم من الشرطة حيجيكم هنا في المدرسة يعني عشان أطلعوا لكم الجنسية. أي سؤال؟ أيوة يا سناء تفضلي. مطلوب مننا حاجة غير الرسوم يا أستاذ؟ طبعا أي واحدة لازم تجيب الجنسية بتاعت أبوها أو صورة منها، مفهوم الكلام؟ لازم أي واحدة تكلم أبوها، الموضوع ده ضروري ومهم جدا. ليلى يا ليلى بدي مالك. عارف يا استاذ لان فكرت جدا الناس تطرف بصر غريب جدا. كيف؟ عادي انا كنت بتكلم ليه عن الجنسيات المتصلة فجأة وبدون اي مقدمات شالت سلطته وطلعت. تعرف ليلى صديقي بالذات عندها مشكلة. مشكلة؟ مشكلة سلطة؟ ليلى صديق ضربت امها اسمها حاجة فاطمة الدلالية، وهي لحد الآن بعثت بالضبط أبوها وين؟ لا
ليش منا؟ يا ليلى ازيك يا ليلى؟ ايش منو يا عثمان؟ انت ماشي عليكم في البيت؟ اسمع انا كلمتك قلت لك انا ما قاعد افكر في الزواج. والله يا ليلى انا شغال فساتين، شفتوا شغال تياب وجلاليب وتفصيل تفصيل والله. عثمان يا اخي انا الا اقول لك بالعربي كده بالعربي كده انا ساكت. كلام ساكت والله 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 طحوم البلد دي شفتي بقرع كلب ما تلقى زوج عثمان ماكو. عثمان لو سمحت بالله اركب عجلتك دي وما تباريني، ما تمشي ورا يا اخي. يا اخي انا قلت لك يا اخي انا عندي سمعتي انا بتناسي يا اخي. يا اخي مالو يا اخي احنا كنا نلم الناس على الناس بعدين ازاري الله في الحجر بتقوم يا اخي. انت بس ما تزعلي انت ما تزعلي اكيد بنتقابل. ها نتقابل طبعتينا انت ايوه تعال في شنو؟ انت وين يا اخي؟ انا افتش عليك من الصباح يا اخي. يا اخي انا ما مشيت فطرت مع صلاح حسن يا اخي. ايوه انت ما جنك بطنك. اي انت ذاتك ما كنت معزوم. انا ما كنت فاضي. المهم انا عندي لك مفاجأة رهيبة. مفاجأة؟ اي والله. هو انت بتاع مفاجآت يا اخي. والله يا عردي والله مفاجأة اصلك ما ممكن تكون متخيلك كله كله. صحيح؟ والله. طيب قول قول شوقتنا كده للمفاجأة دي. بيتك عزة؟ عزة؟ ما لا عزة مخلوع بسم الله مخلوع كده مالك؟ لا لا ما كويسة كويسة وشديدة والحمد لله بس جات هنا. جات هنا؟ اي وجات لجنو؟ جات يا سيدي عشان سيادتك عشان تشيل الجنسية بتاعتك لأنها ممتحنة الجامعة. لكن ما شاء الله والله يا عرديف بقت عروس عديل كده. الله والله والله خلعتني اول حاجه. وهسه وهسه عي وينها؟ مشيت وين؟ قالت لك ماشي ويني؟ يا انا تمشي وين يا اخي؟ ما سكت وديت البيت وجيت افتش عليك. وديت البيت؟ ها؟ اي انا خلاص حامشي حصلي في البيت. لكن والله ده خبر انت تستاهل عليه جائزه. اديك هسه ولا لا بعدين بعد سامع؟ طيب ها بختك بختك يا عرديب. هسه لو كانت ليلى معاي لو ما هم ركبت راسها أبد كان هسه سوا وكان ليلى تكون برضو ممتحنة للجامعة. لكن ده كله من أمها كله من أمها. ما خلصتي؟ لا خلاص قربتها. أسرع موعد الباص قربت. كتبت الجواب لعمتك؟ آي كتبته وخطته لك في جيب الشنطة. والمصحف؟ في الجيب برضو. بالمناسبة يا أبوي في فستان لليلة. يعتبره وصل. الشاي يا أبو عفاف. عندك أي وصية لفاطمة؟ سلم عليها وما تنسى تجيب لنا منه ونسمي. باقي عنده ونسمي نسمي. حاضر. خلاص يا عفاف كنت تطبقي حسية؟ لا خلاص جاهزة. أبقى علي رقبتك عشرة. إن شاء الله عاوجة معك. بالسلامة إن شاء الله. بالسلامة إن شاء الله. الشاي ده بارد ولا شنو يا أبو عفاف؟ لا معقول كويس. أسمعي. ما وصي على امك ها؟ لا يطمئن ان شاء الله. ما عشان رغبتكم. ما في عوجه. اها.
بس انت خلي بالك من رقبتك عليك. وضحتكم الله. شدي حيلكم ها؟ الله يسلمك. وضحتكم الله. مع السلامة. طعمك الله الله يبارك فيكم. الله يسلمك. ابو عيل رقبتكم 10. ان شاء الله. سلم على ليلى يا ابوي. ما تنسي تسلم عليك. ان شاء الله. والله يا خالتي الشغل راقد، الشغل ما بطال. الحمد لله يا عثمان. اي. بعدين شنو؟ جاتني قصات من الخرطوم. انا قلت شنو؟ قلت يعني اعملي لبنات الحله. الله يزيدك يا عثمان، والله تستاهل. انت ليلى لسه ما جات؟ ما جات. اليومين دي قاعدين يتاخروا شويه يعني عشان الامتحانات قربت. وزعت يا خالتي. الواحده بعد ما تقرا الجواب وتكتب وقفاها. الله يا عثمان يا ولدي، ليلى دي بالها بعيد في القرايه. قالت يعني بعد الجامعة تاني عندها كلام. والله للوقت ذاك البنات ما يكونوا تمروا جفوة. عليك كيف يا عثمان؟ ها يعني بعد ما تجي ولا عثمان جه هنا يطمن عليك ولا يعني محتاج لأي حاجة احنا دكاننا فاتح. والله ما بتقصر يا عثمان يا ولدي عاد. هاي اها هاي ده شنو؟ مالك وقفتها؟ ما تقعد تشرب معايا القهوه دي؟ لا 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 انا ماشي. نالو شنو؟ جاي نزل في المحل جاي له جهاز 7-8. خلاص. تاع تطريز. استنى اشرب القهوه دي وامشي لي جهاز 7-8. لا 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 انا بمشي لانه زول بيفوت. اها طيب يا خالتي. سامع الله يبارك فيك يا ولدي. ما كنت بدور انت تعرف مني قهوتي. لا لا خير والله. انت يا خالي ابوي ده بتعرفه كويس؟ طبعا يا ليلى، بس ما عرفته كثير، 3 سنين بس. اها وهو خلى امي دي ليه؟ امي غلطانه يا ليلى، الحقيقه هي اللي خلته ما هو. هي اللي خلته؟ كيف يعني خلته؟ الوقت ده كان بنتي. كنت لسه صغيره، عمري زي 2 سنين. انا كنت لسه شغال في الشرطه. وجيت هنا لقضية. وبعدين يا خالي؟ جيت زرته في البيت. لقيت الشكل غايب. بتذكر الكلام ده زي الليلة. غرشي! غرشي لو سمحت اتكلم مع اختك دي. يا صديق انا كلامي واحد وما بغير. فاطمة الكلام ده ما صح. يا هو كلامي وما عندي غيره. فاطمة خليك عاقلة وراعية لبنتي. قلت لك يا غرشي انا صديق ده ما بباريه شبر. يعني ده اخر كلام عندك؟ اخر كلام عندي وما عندي غيره ثاني كلام. فاطمه بتندمي على كلامك ده. كده 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 لعب الشيطان. انت يا اخي ما شايف اختك؟ فاطمة. ما سامعها بتقول في شنو؟ فاطمه انت لازم تمشي مع زوجك. يا غرشي يعني انا الا عيد كلامي اللي بقوله؟ قلت لك صديق ده شبر ما بباريه، يعني عارف يعني شو شبر؟ وهو يعمل الدايره وبالتالي باري بربيع براي. قلت كده؟ طيب يا فاطمة انت حرة. وبعدين يا غرشي ما تلومني على اللي بيحصل. ها صديق صديق دفعت ما يفوت. لا حول ولا قوة الا بالله. اه يا خالي وبعدك مش وين؟ ما أعرف. طلعت الشارع بلقي زي ما تكون الوطن شقته بالعاد. وما سألته منه تاني؟ سألنا منه لقيناه مش أبو حمد. شيء سألت منه في أبو حمد قالوا مش الجنوب. سألنا أهله قالوا أخباره مقطوعة وما عرفنا عنه أيام. حتى
حتى أهله ما عارفين عنه حاجة؟ بعد 6 شهور جاتنا ورقة طلاق أمك. وتاني لو هو سأل ولا أنتوا سألتوا؟ أمك حلفت ولف في سيف ما في زول يسأله، وقالت ما دايرة منه ولا ملي. أه. وبعدين؟ قبل فترة عرفت إنه شغال في السكة حديث في بورسودان. أكيد يمكن الجواب يحرك فيه حالي ويجي يشوف بنته الوحيدة. أيوة أنا لازم أكتب له. حق يا غرش يا اخوي. هي سالتني قلت لك يا فاطمه. بعدين تعال يا فاطمه. ان جينا للجد ليلى المفروض تعرف، ليلى ما صغيره. انا لو كنت دار اكلمها يا غرش يا اخوي كنت كلمتها. يعني انت قايلني هسه محل وقاعد فيه هسه. انا ما اعرفها. يعني قاعده تزعلي منه؟ لا لا ابدا ما قاعد ازعل منه. عرفته بالصدفه من زول لقاه في الخرطوم، لكن ما شغاله بيو. اها. وبنتك كان سالتك حتقولي لها شنو؟ بنتي كلمتها زمان من هي صغيره، قلت لها ابوك طفش وما عارفين محله وين. واقتنعت بالكلام ده؟ والباب خلاها تقتنع شنو يعني؟ الله يبالغ لك. حسه شو وين؟ مشت لصاحبتها رشا عشان تقرا معاها العربي. يا صديق تعال 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 علي تعال بسرعة تعال يا صديق تعال تعال ده شنو ده؟ جواب.
ربما لا تعرفني إذا لغيتني اليوم، فلم أعد تلك الطفلة التي تركتها وعمرها عامان. أشتاق يا أبي لرؤياك كثيرا، أريد أن أجرب لأول مرة في حياتي أن أقول كلمة أبي، أقولها وأنت أمامي لحما ودما. أرجو يا أبي أن تنسى الماضي وتفكر جادا في زيارتنا. قلت لك يا غورشي أنا صديق ده ما بباري وشبر. يعني ده آخر كلام عندك؟ آخر كلام عندي وما عندي غيره تاني كلام. فاطمة حتندمي على كلامك ده. وقبل هذا أرجو أن ترسل لي صورة من شهادة الجنسية وصورة فوتوغرافية لك لأحتفظ بها، فأنا أحتاجها لاستخراج جنسيتي لأنني على أعتاب الدخول للجامعة، وسأكون مفخرة لك فأنا الأولى دائما على دفعتي. سأقف في كل الطرقات أنتظر عودتك. ابنتك المشتاقة ليلى الصديق. ملحوظة، عنواني يا أبي هو يا غرشي. يعني أنا إلا عدت لأني بقوله قلت لك صديق ده شبر ما بباري، يعني عارف يعني شو شبر وهو يعمل الدائرة وبالتالي باري بربيع براي. قلت كده؟ طيب يا فاطمة انت اعملي برايك، وانت يا غرشي ما تلومني على اللي بيحصل بعد كده. اهل دين وقتين سمعوا بعرس فيه واحد رفع قراعه جاني قال لي مبروك شلون كيفين يعني. شوف يا صديق قراع انت بارك تنقطع. انا وقت مدقوق في البلد دي وما بفوت الشبه، وعشان اريحك اهلك الماجوني دين ما بمشي لهم حتى لو كانوا ساكنين ورا الحيطه دي. القلب أصبح ليها خد